يعني احنا كل المعلومات اللي عرفناها واللي اتنشرت في الجرايد واللي وصلت الاعلام انه الشرايط بتسجل تلقائيا وان هي بعد 4 ايام بتتمسح، كل ده فتي. ما هو ده هو اي حاجه بتتصور ايوه ما بتتسجلش، حضرتك بتقول ما بتتسجلش اوتوماتيك، حضرتك بتقول انه لا اوتوماتيك، لا لا اوتوماتيك، لا بتتصور، لا يعني شخص هو اللي بيشغلها. شخص بقى بيسجل على طول، واول ما الشريط بيتسجل بيقوم بيسلمه بيبلغ اداره المتحف ويبلغ الشرطه وبيتم استعراض الواقعه وبيتم بيها محضر. طيب اذا الموظفين اللي في غرفه المراقبه دي كانت واصله لهم صور عن طريق الكاميرات دي لمحيط ميدان التحرير اللي هو كان ملتهب، كان يعني المساله فيه تخلي اي حد عنده اي كاميرا مش المتحف المصري انه يركز ويسجل كل اللي بيحصل، صح؟ الافراد الامن ما يقدرش يتصرف الا في حدود التعليمات اللي واصله له، المفروض الكاميرات دي او الحاجات ايوه يعني سجل ولا ما سجلش يا فندم؟ لا بالنسبه للخارجي ما سجلش حاجه، نعم ما سجلش حاجه من بره، يعني حاجة حدثت خارج المتحف ما تسجلش، كل الأحداث داخل السور وسور المتحف وفقط من داخل فقط. يعني حضرتك بتقول إنه من 25 يناير لحد فبراير مفيش أي كاميرا من كاميرات خارج المتحف سجلت أي حاجة اللي بره؟ لا لا بص يا فندم، عندي يعني ألف سؤال. واحد ازاي يعني برضو ده سؤال مش مفهوم، يعني مش حضرتك اي مكان بيتم تامينه اي مكان بيتم تامينه الغرض من التامين ايه؟ تامين المكان نفسه ولا تسجل اي وقائع بره؟ فرد الامن جوه ليه عمل محدد، تامين المتحف.